هل لقاحات كوفيد-19 آمنة؟ لقد عملنا جميعاً معاً لوقف انتشار فيروس كورونا في أستراليا بنجاح. لدى الكثير منا عائلة وأصدقاء في أجزاء أخرى من العالم، حيث كان الفيروس كورونا تأثير كارثي مع العديد من الأشخاص المصابين بمرض شديد أو الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا. نظراً لأننا عملنا جميعاً معاً لوقف انتشار فيروس كورونا، يمكن للحكومة الأسترالية أن تكون حذرة بشأن تحديد اللقاحات الأكثر أماناً للاستخدام. على الرغم من تطوير لقاحات كورونا بسرعة، إلا أن اللقاحات لا تزال تمر بنفس عملية الموافقة على جميع الأدوية المتاحة في أستراليا. يتم ذلك من قبل مجموعة حكومية تسمى مديرة السلع العلاجية TGA. تحرص TGA على التأكد أن جميع اللقاحات آمنة، وقد تم بحثها واختبارها جيداً، وأن جميع الآثار الجانبية لأي لقاح مسجلة بعناية. يتضمن ذلك لقاحات كوفيد-19 الجديدة المتوفرة الآن. كيف تعمل اللقاحات؟ هناك نوعان من لقاحات فيروس كورونا المتوفرة في أستراليا. تتظاهر اللقاحات بأنها أجزاء مختلفة من فيروس كورونا حتى يتعلم جسمك مكافحتها. عندما يأتي الفيروس الحقيقي، يتعرف جسمك عليه ويكون جاهزا للهجوم. يشبه اللقاح لغة مختلفة يمكن أن يتعلمها جسمك. عندما تأتي إلى أستراليا، تتعلم اللغة الإنجليزية حتى تتمكن من التحدث إلى الآخرين، وتتعلم العيش في ثقافة مختلفة. يقوم اللقاح بتعليم جسدك لغة جديدة، حتى إذا أصابك الفيروس كورونا، فإن جسمك يفهم ما هو عليه، ويعرف كيفية الاستجابة حتى لا تمرض. سمعت أن الآثار الجانبية للقاح أسوأ من الإصابة بفيروس كورونا. تم تقديم أكثر من 200 مليون لقاح ضد كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. فقد عدد قليل من الناس أصيبوا بآثار جانبية خطيرة. رد فعل تحسسي للقاح. يتم علاج هؤلاء الأشخاص على الفور دون مشاكل طويلة الأمد. بعد حصولك على لقاحك في العيادة، انتظر لمدة 30 دقيقة حتى يمكنك المغادرة. هذا حتى في حالة نادرة جدا أن يكون لدى شخص ما آثار جانبية سيئة. يمكن للطاقم الطبي المساعدة على الفور. إذا استمر فيروس كورونا في التغير، فكيف سيعمل اللقاح؟ من سمات الفيروسات، بما ذلك فيروس كورونا، إنها تغير طبيعتها حتى تتمكن من الاستمرار في الانتشار، نوعاً ما مثل المجرم الذي يغير مظهره بحيث لا تتعرف عليه الشرطة. يعرف الباحثون الطبيون هذا عن الفيروسات، ويبحثون دائماً عن هذه التغييرات. هذا هو سبب وجود لقاح جديد كل عام لفيروس الإنفلونزا. إذا تغير فيروس كورونا إلى شكل مختلف قليلاً مما يوقف عمل اللقاح الحالي، فقد تكون هناك حاجة إلى لقاح داعم. إذا استمر فيروس كورونا في التغير، فكيف سيعمل اللقاح؟ من سمات الفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا، إنها تغير طبيعتها حتى تتمكن من الاستمرار في الانتشار، نوعاً ما مثل المجرم الذي يغير مظهره بحيث لا تتعرف عليه الشرطة. يعرف الباحثون الطبيون عن هذه الفيروسات، ويبحثون دائماً عن هذه التغيرات. هذا هو سبب وجود لقاح جديد كل عام لفيروس الإنفلونزا. إذا تغير فيروس كورونا إلى شكل مختلف قليلاً مما يوقف عمل اللقاح الحالي، فقد تكون هناك حاجة إلى لقاح داعم. يقول بعض الناس إن اللقاحات ستغير حمضك النووي. الحمض النووي يشبه بصمة. كل شخص لديه حمض نووي يختلف عن أي شخص آخر. ولكن كما أن تعلم لغة جديدة لا يغير لغتك الأولى،
فإن اللقاح لا يمكن أن يغير حمضك النووي. لا يمكن للقاح أن يدخل منطقة جسمك حيث يوجد الحمض النووي الخاص بك. بمجرد أن يعلم اللقاح جسمك ما الذي تبحث عنه وكيفية الاستجابة، تنتهي مهمته وتختفي. يقول آخرون إن الحكومات تستخدم اللقاح لإدخال الرقائق الدقيقة حتى يمكن تتبع الأشخاص. لا يوجد تطور في التكنولوجيا يسمح بالتتبع من خلال شريحة ميكروية يمكن حقنها في الجسم. يتم فحص الرقائق الدقيقة التي يتم حقنها في حيوان أليف ضوئيا للحصول على رقم بأداة خاصة يتم فحصها بعد ذلك في قاعدة بيانات لمالك الحيوانات الأليفة المسجل. هذا يختلف تماما عن تتبع الرقائق الدقيقة عندما يكون الحيوان الأليف يتجول. الرقائق الدقيقة ليست أصغر من حبة الأرز، والتي لا تزال أكبر من أن يتم إدخالها من خلال أبرة اللقاح. لقد أصبت بالفعل بفيروس كورونا، لذلك لا نحتاج إلى اللقاح. حتى إذا كان الشخص ما مصابا بفيروس كورونا، فمن الصعب معرفة مدى مناعته ضد الفيروس ما لم يحصل على التطعيم. يوصى بأخذ اللقاح حتى لو كنت مريضا بالفعل بفيروس كورونا. الحكومة ستجبر الجميع على الحصول على لقاح فيروس كورونا. لن تجبر أي حكومة في أستراليا الناس على لقاحات فيروس كورونا. يقول رئيس الوزراء سكوت موريسون إنها ليست الطريقة الأسترالية، إنه اختيارك للحصول على اللقاح. يوصى العديد من العاملين في مجال الصحة والطب والشركات والحكومة أن يقبل الناس عرض اللقاح المجاني عندما يحين دورهم في الحصول عليه. إن الحصول على لقاح فيروس كورونا هو الخطوة التالية لنا جميعا للحفاظ على أستراليا صحية وقوية. الحصول على المشورة بشأن فيروس كورونا وكيفية إجراء الاختبار أو الأسئلة حول اللقاح، يمكنك الاتصال بخط المساعدة الخاص بفيروس كورونا على 0800 020 1800 في أي وقت.